وحتى الدعوات المثلية الجنسية، يعني احنا للأسف الشديد، للأسف الشديد أقولها بكل صراحة، نجدها الآن موجودة بطريقة غير مباشرة من بعض المشاهير اللي للأسف من داخل مجتمعاتنا الخليجية بطريقة غير مباشرة. كيف يعني غير مباشرة؟ يعني هو قاصد انه يسوقها نعم واللي هي مسوق نعم عليه هو ما لا يعرف؟ لا لا لا، هو قاصدين، هو منتمي للفئة هذه، منتمي لها ويسوق لها بطريقة غير مباشرة، ما يقول لك لا أنا والله أتبع هذا الموضوع، أنا ما أحط شعار مثلا أو أحط العلم أو أحط الألوان، لا، تشوف تصرفات يعني مخزية.